السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذه الليلة. لا تزال الأجواء مهيئة لفرص للأمطار إن شاء الله، وتشير آخر تحديثات الخرائط الجوية وكذلك صور الأقمار الصناعية بأن إن شاء الله بعد منتصف هذه الليلة راح تتأثر بعض مناطق البلاد بأمطار خفيفة إلى متوسطة وسحب رعدية محدودة على بعض المناطق. لا تزال الحالة الجوية مستمرة ويانا حتى صباح يوم الخميس، إن شاء الله باكر يوم الأربعاء راح تستمر أمطار خفيفة إلى متوسطة في معظم ساعات النهار، ولكن ذروة الحالة راح تكون في ساعات العصر آخر ساعات النهار، تستمر حتى بداية المساء. فرص الغزارة لا تزال موجودة، كذلك نشاط الرياح. أيضا لا ننسى أعزائي المشاهدين أن الآن هذه فترة السرايات والتقلبات الجوية تكون سريعة، وأيضا من عادة السرايات تكون محدودة على مناطق معينة تؤدي إلى إثارة الغبار وأمطار قد تكون غزيرة، أيضا فرص لتكون البرودي بحكم فروق درجات الحرارة وتكون هذه السحب الرعدية. ولكن بشكل عام احنا دائما نوجه رسالة في خاصة خلال 48 ساعة القادمة، هناك توقع لعدم استقرار في الطقس، يرجى أخذ الحيطة والحذر والمتابعة المستمرة لآخر تحديثات الطقس عبر وسائل الإعلام الرسمية لدى الدولة كذلك المؤسسات الدولة الرسمية. بشكل عام الأجواء الحالية في مدينة الكويت، السماء غائمة جزئيا، الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، نلاحظ ان الرطوبه النسبيه مرتفعه 62%، وهذا يؤدي او يهيئ يعني بيئه خصبه لتكون بعض السحب الممطره. درجه الحراره الحاليه 26 درجه مئويه، الرؤيه الافقيه لا تزال جيده تتجاوز 10 كيلو. اما بالنسبه للساعات الاولى من صباح يوم الغد، الرياح بشكل عام معتدله السرعه من 15 قد تنشط الى تصل 40 كيلومتر في الساعه. نحب ننوه ان نشاط الرياح دائما مرتبط مع تكون السحب الرعديه. بشكل عام راح تكون الاجواء معتدلة أو الرياح معتدلة في حال تكون السحب الرعدية، يصاحبها نشاط في الرياح على مناطق محدودة، وإن تكونت في المناطق الصحراوية تؤدي لإثارة الغبار وانخفاض مدى الرؤية الأفقية. درجات الحرارة متفاوتة ما بين 20 درجة مئوية في المناطق الغربية من البلاد، المناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 23 و 24 درجة مئوية. كذلك فرص الأمطار في الساعات الأولى من صباح يوم الغد مهيئة خاصة المناطق الغربية والمناطق الوسطى وأيضا المناطق الجنوبية من البلاد. من بعد منتصف نهار يوم الغد ومع ارتفاع درجات الحرارة قد تصل إلى 35 درجة مئوية، أيضا راح تكون البيئة خصبة لتكون السحب الرعدية بارتفاع درجات الحرارة. أيضا الرياح الجنوبية الشرقية تؤدي لزيادة نسبة الرطوبة وبخار الماء في عمود الهواء، هذا كله يؤدي لتكونات السحب الرعدية ويعطي فرصة قوية لتكون مثل هذه الفرص للأمطار الرعدية. من بعد منتصف نهار يوم الغد الفرصة موجودة، أمطار متوسطة بشكل عام خفيفة على بعض المناطق. في آخر ساعات النهار قد تكون أمطار غزيرة على أقصى المناطق الجنوبية وبعض المناطق الساحلية، متفاوتة ما بين المتوسطة إلى الغزارة النسبية ومحدودة على مناطق معينة. كذلك تكون هذه السحب يصاحبها نشاط الرياح قد تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلومتر في الساعة. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، ما ننصح بممارسة الأنشطة البحرية، وذلك لحالة عدم الاستقرار المتوقعة وارتفاع الأمواج، قد تصل أو يصل ارتفاع الأمواج إلى 6 أقدام في معظم المناطق البحرية لدولة الكويت. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:41 موعد شروق الشمس الساعة 5:07، موعد أذان المغرب الساعة 6:24. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، في يوم غد الأربعاء لا تزال الأجواء حالة من عدم الاستقرار وفرص لأمطار رعدية، درجة الحرارة العظمى متوقع أن تكون 31 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة مئوية، نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية التي يتزامن مع تكونات السحب الرعدية. أما بداء من يوم الخميس فرص الأمطار راح تكون في الساعات الأولى من نهار يوم الخميس، ومن ثم تبدأ فرص الأمطار تقل تدريجيا، تبدأ حالة من الاستقرار النسبي في حالة الطقس في يوم الخميس.
يوم الجمعة هناك أيضا فرص لأمطار خفيفة متفرقة ومحدودة على بعض المناطق. تستمر يعني الأجواء المعتدلة ابتداء من يوم السبت والأحد، استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية، أجواء رطبة على المناطق الساحلية، معتدلة على المناطق الغربية والشمالية بشكل عام. درجات الحرارة نلاحظ أن في انخفاض مقارنة مع الأيام الماضية بسبب السحب والأمطار اللي أثرت على البلاد، من 31 إلى 33 درجة مئوية العظمى، الصغرى من 25 إلى 26 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة.